اسمح لي معلش، لا احنا اتفضل. هيدخل معانا دلوقتي كابتن خالد لاموشي، طبعا نجم الكره الجزائريه السابق وطبعا مدرب نادي وفاق سطيف، هيكون معانا على الهواء دلوقتي فيديو كونفرنس. طبعا بدايه بشكرك على مشاركتك معانا كابتن خالد، واهلا وسهلا بيك، بشكرك على وجودك معانا في السادسه. كابتن خالد صوتي واصل لك؟ شكرا لكم، اشكركم بشده لعزمي. كابتن خالد خليني ابدا معاك من صفقه احمد قندوسي، طبعا صفقه الاهلي الاخيره في الميركاتو الشتوي. يمكن انت اشتغلت مع احمد لما كان في وفاق الصيف، وتابعته طبعا لما كان مع منتخب الجزائري لبطوله في بطوله افريقيا المحليين. شايف الصفقه ازاي، وشايف ايه الاضافه اللي ممكن يمثلها احمد قندوسي مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ ديجا معلش اسكت، بس كعيرت نعم، هو شيء كبير في بالنسبه لمستقبله الكروي. انضمامه للنادي الاهلي هي اضافه كبيره له، يجب عليه العمل بشده كي يستطيع ان يثبت جدارته في الاهلي. ولكن اعتقد ان الاهلي واحمد سيستطيعون افاده كل منهم الاخر. هو لاعب رائع كما قلت من قبل، هو لاعب لديه خبرات جيده، لاعب لديه مهارات جيده، يمتلك الكره بشكل جيد ويستطيع التحكم فيها، ولكن اعتقد ان موهبته ستظهر بقوه في النادي الاهلي. اهم ما يميز قندوسي وافضل مركز بيلعب فيه واهم وابرز امكانياته، يمكن احنا تابعناه طبعا مع وفاق الصيف لكن شفناه، لكن ما نقدرش نقول ان احنا استكشفناه. من وجهه نظر خالد لاموشي، اهم ما يميز احمد قندوسي من ناحيه الامكانيات والمهارات وافضل مركز ليه في الملعب؟ من رايي اعتقد انا لم افهم السؤال بشكل واضح. افضل مركز لاحمد قندوسي في الملعب من وجهه نظرك، وافضل الامكانيات اللي بتميزه كلاعب كره. افضل مركز من وجهه نظري وهو في ملعب اللاعب رقم 8، لانه يمتلك امكانيات قويه دفاعيه، ولكن هو لديه امكانيات كبيره على المستوى الهجومي، يظهر بالشدة ويستطيع تحويل الفريق من الدفاعي الهجومي بسهولة واضحة بسبب مهاراته ولكن هذه أفضل مركز لهم من وجهة نظري هو رقم 8. مش عارف أتيحت ليك فرصة أنك أنت تتابع، هو يمكن ما ظهرش بشكل كبير أو أساسي مع النادي الأهلي لكن ظهر في بعض المباريات، هل تابعته؟ رأيك في مستواه، تقييمك لتجربة مشاركته مع الأهلي في الماتشات الأخيرة؟ نعم، أنا رأيته في أول مباراة له في دوري أبطال إفريقيا، ورأيت له بعض الدقائق في هذه المباراة. أعتقد أنه لاعب مهم جدا، لاعب أعتقد أن أداؤه كان جيد في أول دقائق له كأي لاعب يبدأ مشواره مع فريق جديد، ولكن أعتقد أنه لاعب أيضا لديه مميزات لأنه يستطيع اتباع التعليمات القادمة من المدرب، ومع فريق الأهلي سيصبح لاعب عظيم. خليني أسألك عن بطولة دوري الأبطال من خلال متابعتك ل يعني نص المشوار في دور المجموعات، مين الفرقة اللي لفتت نظرك وشايف المنافسة هتكون بين يعني أي فرقة مرشحة للبطولة من وجهة نظر خالد لاموشي؟ أعتقد أن دائما في دوري أبطال أفريقيا الفرق الكبيرة، الوداد سيكون موجود، الترجي التونسي سيكون حاضر، الأهلي طبعا كالعادة، نعلم أن الأهلي لم يؤدي بأفضل أدائه في المباريات الأولى، ولكن هذا لا يعني أن الأهلي دائما لم يكون مرشح لهذه البطولة، دائما هو مرشح قوي. ولكن إذا تحدثنا عن دوري أبطال أفريقيا، أنا أرى أن يوجد الوداد والترجي والأهلي هم الأكثر ترشيحا لهذه البطولة. السوبر ليج بطولة اعتمدها الاتحاد الأفريقي، رأيك في البطولة ورأيك في مدى تأثيرها وإمكانية أنها تكون يعني بتمثل تطور للكرة في أفريقيا؟ هل تعني السوبر الافريقي؟ لا لا، السوبر ليج البطوله المستحدثه، لا لا كومبيتيشن سوبر.
لكنه بل الشامبيونز ليج. انا دوري ابطال افريقيا لا، الكلام على السوبر ليج، بطولة جديدة هتبدأ من بداية الموسم ده بمشاركة 8 فرق اختارهم الاتحاد الافريقي. بس يبدو انه كابتن خالد يمكن مش متابع الاخبار. خليني اروح معاك للدوري الانجليزي واسألك طبعا على النجم الجزائري رياض محرز المتألق مع السيتي. شايف السيزون ده بالنسبة لرياض محرز ازاي، وفرص السيتي للمنافسة على اللقب مع الارسنال؟ طبعا رياض محرز كالعادة هو لاعب رائع يمتعنا كثيرا، يؤدي هو فخر الكرة الجزائرية ويؤدي أداء رائع مع السيتي. هو لديه مباراة الآن صعبة قادمة في الدوري الإنجليزي وأيضا في دوري أوروبا، لديهم مواجهات صعبة، ولكن نحن نثق فيه ونثق إمكانياته. هو لاعب لديه قدرات على مستوى الكبيرة، واعتقد ان سوف يفوزون بالدوري الانجليزي. افضل اللاعبين الجزائريين اللي ترشحهم حتى لتجارب احترافيه في مصر في الفتره المقبله؟ اللاعبين الجزائريين ممكن يلعبوا في مصر. نحن لدينا العديد من اللاعبين الرائعين. ولكن إذا أنا لا أتذكر عدد الأسماء، ولكن أعتقد أن اللاعبون الجزائريين تواجدوا بقوة في الدوري المصري وقد يكونون مرشحين لأداء رائع. ولكن أنا ما أرى الشيء الجيد ما أراه في اللاعبين الجزائريين الذين يذهبون للدوري المصري أن الدوري المصري يوجد فيه تطور واضح على مستوى كرة القدم وعلى مستوى قوة الفرق. كابتن خالد لاموشي طبعا نجم الكره الجزائريه ومدرب وفاق سطيف السابق، كل التحيه طبعا لاشقائنا في الجزائر من خلالك، وكل التحيه لنادي ومشجعي وفاق سطيف. بشكرك على مشاركتك معنا.